وعملنا على بناء البيئة الاستثمارية الآمنة التي تجذب المستثمرين لقطاع التعدين في المملكة. فخامة الرئيس، الأخوة والأخوات الحضور، إنني اليوم وأنا أسلم مسؤوليات رئاسة المؤتمر العربي الدولي 15 للثروة المعدنية ومهام متابعة توصيات أصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية إلى أخي معالي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، أرى أن انتقال رئاسة هذا المؤتمر من المملكة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ما هو إلا مواصلة واستكمال للدور والجهود التي بذلناها خلال العامين المنصرمين. وأنا أؤكد أمامكم استعداد المملكة العربية السعودية لتقديم كل الدعم لمعاليه للوصول إلى أهداف وتحقيق الطموحات، راجياً من المولى عز وجل لمعاليه التوفيق والسداد ولأعمال هذا المؤتمر النجاح. وفي ختام كلمتي أكرر الشكر لكم يا فخامة السيد الرئيس لرعايتكم مؤتمرنا هذا، كما أشكر لمصر الحبيبة استضافتها فعاليات المؤتمر العربي الدولي 15 للثروة المعدنية والاجتماع التشاوري 7 للوزراء المعنيين بالثروة المعدنية، كما أقدم شكري وتقديري لمعالي رئيس المؤتمر المهندس طارق الملا لما لقيناه منه وزملائه في الوزارة من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. والشكر موصول لمدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل الصقر لجهود المنظمة في ترتيب انعقاد هذا اللقاء، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه الخير والعزة لأمتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.